انت باستثناء انت كان في وناسي كمان كانت يعني تحكي على قد الوقت، بس احلام مراغب كان في ايطالي بالاراء، لو انت بروديوسر كنت قلت لهم خففوا؟ ديفنتلي ديفنتلي اقول لهم خففوا، بس بي شور ان اللي معانا في الشو راغب واحلام. يعني راغب علامه هو راغب علامه واحلام هي احلام، فما ينفعش نقارن الناس ببعض عشان ده حاجه مش صح. فانت برايك اني اضافه كمان بهال ديفنتلي؟ ما هو خلي بالك كل حاجه ليها بلس وماينس، كل حد ليه حاجه ايجابيه وحاجه سلبيه. يعني ما تكلمش في نقطه محدده، لو يعني اف لو لو في الحديث بيطول في بعض الاحيان، بس ديفنتلي هو عندهم بلسز كتيره جدا. صحيح. والشو مش هيبقى الشو زي ما هو لو ما كانش معانا راغب واحلام ونانسي، ده فور شور. فحته اللي حد بيزود يعني دي اند اوف ذا داي، هما بيحاولوا يدوا نصيحه، بيحاولوا يقولوا معلومه. وذر بقى خلي بالك برضه احنا ثقافتنا كده، وبنحب ان احنا نشرح ونقول ون يعني من